الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باسم المجلس الأعلى لنظارات البجع والعموديات المستقلة، نحن موجهين إنه نعمل نحضر اللقاء ده ونوريهم مخرجات اجتماع كسل. والاجتماع ده الحمد لله طلع بمخرجات كويسة، فيها اللي يهمنا أكثر حق تقرير المصير. أول أخواننا في المجلس السلام دون دفع، نحن ما قدرنا كشباب إنه نقنع الإدارة الأهلية إنه السودان ده ما بينفع معانا بعد ده. السودان ده ما دايرنا، السودان لا يريدنا أن نكون جزءا منه. الإدارة الأهلية كانت تصبر وتخط الحكمة وتحكيم العقل. نحن كشباب مقتنعين إن السودان لا يعنينا، لا يهمنا أكثر من غيرنا. السودان ده نحن مفارقين بنسبة 80%، 20% خلينا على الإدارة الأهلية وحكمتهم، واللي يقدروا عليها يسووها. ما قدروا مجلس السلام اللي يصرح إنه ما هيكون منبر منفصل لشرق السودان، دي ما هنقبلها نحن كشباب، وجاهزين لكل الوسائل. جربناها قبل كده، الكفاح المسلح جربناه، والحرب شوفناها، وعارفين التكتيك اللي بيدرسوه في الجامعات البريطانية البيجتين عارفينه، وقادرين يقلعوا حقهم، الواحد فيهم يساوي 1000 نفر. تجاهدين. نحن حق تقرير المصير ده الجارين وراه من سنة 94 لحد يوم الليلة، هسه لقينا من مجلس الأمن والسلام بتسريحاته بنسبة 80%. بجا حديد. على 20% دي حنقلعها. بجا حديد. هنأسس دولة البجا الكبرى. بجا دولة. معانا مكونات شرق السودان مؤيدانا في التنسيقية شرق السودان. تنسيقية شرق السودان. مؤيديننا في الحتة دي. الولاية الشمالية ونهر النيل هياخدوا ورانا الشارع ده. السودان ماشي للفرتكة. في ناس ماشيين يفرتكوه ونحن أول الناس حقنا معانا وما في زول يقدر يقلعوا منا. قبل كده مرقنا الأتراك ومرقنا الإنجليز وحنمرق ديل كمان. بجا حديد. بجا حديد. النقطة اللي أنا داير أتكلم فيها إنه الشواهد التاريخية، التاريخ ده من سنة 85 لحد سنة 56، السودان ده بشكله ده ما دولة واحدة، دي صناعة بتاعت مستعمر، وحدة وطنية مفتعلة، ونحن ما موحدين. ممالك البجا براها، ممالك النوبة الشمالية براها، ممالك النوبة الجنوبية براها، ممالك الزاندة والشلوك والنوير والدينكا ديل براهم. الاستعمار لماهم سوا. آخر مملكة خشت في السودان الحالي ده مملكة دارفور، 1916 استلم الحكم الإنجليزي المصري وضماها للزريبة بتاعت السودان دي. إذن يا أخوانا، السودان متكون من عدة شعوب مختلفة في الدين واللغات والثقافات، الأرض مختلفة في الطبيعة والمناخات. نحن ما موحدين. لو ما رأوا الوحدة الوطنية اللي يغشوا بها القوانين ويصنعوا بها في المركز، عشان ينهبوا مواردنا، نحن أمسكوا ولاية البحر الأحمر دي، البحر الاتحادي، الأرض بمعادنه اتحادي، فضل الإنسان براه.
يلقى ما تنميته من وين؟ موارده وين؟ موارده منهوبة بقوانين، دي سرقة عديل، منهوبة بقوانين قومية يقولوا لك، قومية حق شنو؟ انت اديتنا لها، انت كشحتها في لغتها، دي ارض ربنا ادانا لها وخلقنا فيها، وفيها هنموت وما هنمرق منها. انت الكاشه الماضي دي في الوطن عشان تشيلها بقوانين تصنع براك عشان تخلي ارياب لا يمسها الا المطهرون، تخلي المينا لا يدخلها الا المطهرون. يا اخي اهل شرق السودان دي ما مطهرين، مطهرين لكن قلوبنا غلط. يا شوكو تك تك هليسا نحن بعد ما حنسمع ال 20% دي خلينا على حكمة الإدارة الأهلية وحكومة حمدوك والبرهان وكذا، لكن نحن كشباب مارقين من السودان بنسبة 80% ومقتنعين عليها الانفصال داير شنو وتأسيس الدولة عايز شنو قادرين عليها. يا حديد المربع الانجليزي نحن قادرين انه نكسر اي مربع يتكون بحتان. الناس تبقى خلف المجلس، المجلس الليله مقتنع انه السودان ما دايرنا، السودان ما دايرنا، ما دايرنا نبقى جزء منه. وفي سودان بدون شريك؟ في سودان بدون شريك؟ ان تتركونا للردى سنزود عن ارواحنا في يومنا او في غد. نحن نموت في جهتين انا دافع لارواحنا دي. يا شباب يا شباب، المجلس الاعلى ماسك في حق تغرير المصير، وده الخط الماشين فيه، ده الخط الماشين فيه. الحاجات الثانيه تجاوزت الزمن، فات الاوان، فات الاوان، بس حق تغرير المصير وننفصل من السودان سلما ام حربا. هي دوله، هي دوله، هي دوله، هي دوله، هي دوله، هي دوله، هي دوله. تيرك ميرك، تيرك ميرك، تيرك ميرك، تيرك ميرك يا اخوانا، اربع ولا اصوات. تيرك ميرك، تيرك ميرك، تيرك ميرك، تيرك ميرك، تيرك ميرك، تيرك ميرك. ولا باو هيرك، ولا باو هيرك، تيرك ميرك، تيرك ميرك. ولا باو هيرك، ولا باو هيرك، تيرك ميرك، تيرك ميرك. ولا باو هيرك، ولا باو هيرك. اي رزقو هرويت هيرك، رزقو هرويت هيرك، اي رزقو هرويت تهرك، اي رزقو هرويت تهرك. بيجا حديد، بيجا حديد، بيجا دوله، بيجا دوله. كما قال الام، متماسكين بحق تغرير مصيرنا المنصوص في ميثاق الامم المتحده. نحن قادرين كيف ندير الدوله البجاويه او منطقه البجا، وكما ندير مواردنا وندافع عن ارواحنا. كما قال الام منذ قليل، قبل قليل، نموت نحن ومواردنا تصدر للخرطوم والآسمة. والله لا نرضى ولا نساوم في هذا، وبإذن الله مطالبين حقوقنا ومنتصرين بإذن الله. بجهديد والله ما في ذول يحرشنا المات منو.